بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لأبي وأمي والمسلمين أجمعين. أهلا بكم ونادي كل الستات، كل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفول المدمس بطريقة جميلة جدا وبسيطة وسلسة. المكونات بتاعتنا نص كيلو من الفول، معلقتين كبار من العدس الأصفر، معلقة كبيرة أو اتنين من الرز، نص ليمونة وطماطمية، وهي دي المكونات بس اللي احنا هنستخدمها. اول حاجة كده خلينا نبص على الفول. الفول ده لونه ابيض، كله حجم كبير ما شاء الله والحركة تعالى بالله. الفولية حتى لما نقعتها مفيش اي حاجة طالعة على الوش، اللي بيطلع على الوش بشيله وبرميه لان في الغالب بيسود او بيبقى مكرمش كده مش لطيف. بص بقى ده فول تاني. الفول دوت لو اتشقلبنا على الحيطة ما بيطلعش لونه الفاتح معانا في التدميس. بص الفرق، في تلاقي في واحده اتنين كده لونهم فاتح والباقي كله غامق. الغامق ده لو عملت فيه ايه بيطلع برضو غامق، ما بيبقاش زي الاولاني. احط المكونات بتاعتي كلها على بعض، واهم حاجه بالنسبه لي ان انا اكون غاليه ميه، يعني من اول نقطه في تدميس الفول ان انا بحط عليه ميه مغليه. سواء بقى كنت هتدمسيه، معلش بقى البخار والكاميرا، سواء كنت هتدمسيه على البوتاجاز من فوق او هتدمسيه على دماسه، فهو هياخد له من 5 لـ 6 ساعات لو حطيناه على الدمسة، وهي زي اقل منهم بشويه لو حطيناه على البوتاجاز. بس لازم اهم حاجه لو احتاج ميه بنزوده ميه مغليه، ما نزودوش ابدا ميه بارده. ده كده الفول بتاعنا بعد ما استوى، حلو هنطلعه كده ايه مع بعض. حتى الليمونه اذا كانت حتى اتهرت ولا اي حاجه ما فيش اي مشكله خالص خالص، متقلب مع الفول ما بيعملهاش اي طعم مزز ولا اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين الواحده بوحدتها ما شاء الله لونه فاتح وجميل، احلى بكتير جدا جدا وانضف واوفر من اللي هنشتريه من المحل. اتاكدوا من نوعيه الفول وانت بتجيبوه، دي اهم نقطه في تدميس الفول. ما تفتحوش عليه النار كتير، الغطا كتير، كمان ما تزودهوش عليه بميه بارده، لازم الميه تكون مغليه. اي تركات تانية بقى انك هتحطي جزرايه مبشوره، هتحطي فص ثوم، هتحطي حبه كمون وانت بتدمسي الفول، كل دي حاجات اضافيه تعملي منها اللي يريحك. جربوه بالطريقة البسيطة ديت ومتأكدة ان هو ان شاء الله هيعجبكم. استنونا في فيديوهات تانية ونادي كل الستات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين.